السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الداخلة الإسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وأسبوع جديد سعيد عليكم مليء بالإنجازات وتحقيق كل الأمنيات أو بعض الأمنيات، كل واحد وجهده. أنا حابب أتكلم في سطرين كده على السريع عن موضوع يعني لفت نظري ويعني بشع جدا بصراحة، وهو موضوع شاد سرور لما منزل بوستات ان هو هيسيب الاسلام او ساب الاسلام خلاص علشان في ناس بتضايقوا بالكلام. طبعا الاسلام وعظم شأنه مش في احتياج لشباب سوسو أو توتو واحد كلمه أو زعله بكلمتين فحيترك الإسلام أو حيلحد، لأن الإسلام بني على سواعد رجال إيمانهم يساوي إيمان الأمة، زي سيدنا أبو بكر الصديق، زي سيدنا عمر، زي سيدنا عثمان، زي سيدنا علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. كل الصحابة، آل ياسر اللي اتحط على صدورهم الصخر التقيل، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللي الكفار بتوع قريش أطفالهم بطحوه في دماغه، اللي القاذورات والوسخات كانت بتتحط على بيته، اللي اتبهدل واتأذى في سبيل نشر الدعوة الإسلامية. الناس دي تعبت في نشر الإسلام. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان في كبد، يعني البني آدم عنده دايما مشاكل. أي بني آدم، الغني بغناه والفقير بفقره والجاهل بجهله والمثقف بثقافته، كل واحد عنده مشكلة شكل عامة في الحياة. ربنا اللي قال كده، خلق الإنسان في كبد. وبعدين ربنا دايما بيمحص إيمان المؤمنين، لازم يبتلوا المؤمنين، لازم يبتلوا ويوضعوا في اختبار دائم. فيا شادي ان واحد كلمك كلمة ولا بتاع ولا زغزغك ولا خد منك اللبانة او المصاصة، دي مش مشكلة خالص. يعني فين تحملك؟ فين جلدك؟ فين دفاعك عن عقيدتك؟ انك بكلمة ودمعتين نازلين انا سايب الاسلام، باي باي، مع السلامة، انت وكل التوتو والسوسو. الاسلام غني جدا 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 عنه، ويكفي اسمه. الإسلام هو السلام، هو الحب، هو العمل، هو التفاني، هو الابتلاء. الإسلام معاني عظيمة جدا، مش انت او شوية نكرات اللي هيأثروا فيها. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم ثبتنا على عقيدتنا، اللهم احسن خاتمتنا. وانتظروني النهاردة إن شاء الله في فيديوهات دوائية وفيديوهات رياضية. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتم لأي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، وربنا يثبتكم على دينكم دايما يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.